ان شاء الله اليوم خطوتنا سلمية تصعيدية من اجل حسم الامور لصالح الشعب العراقي. هاي المسيرة تعرفون انتم ان لازم تكون منظمة وسلمية. من اللي راح ينظمها؟ المنظمين لهاي التظاهرة المتظاهرين انفسهم. فاحنا حتى قبل لا ننطلق، اكو واحد عنده اعتراض على السلمية او عنده غير السلمية؟ اذا السلمية 100%، اي تصرف خارج السلمية نعتبره تابع للجهات او الناس المعادية للتظاهرات. الاخوان بالمطعم التركي جزاهم الله خير موقفهم مشرف، وايضا المنصة موقفهم مشرف، وشفنا اليوم احنا اهم انجاز يرعب المفسدين والسراق انه احنا توحدنا وتكاتفنا وايد وحدة. والاخوان بالمطعم ايضا اخلوا ناس منظمين ايضا للتظاهرة، وهي هاي تظاهرتهم تظاهرة الجميع. هاي هم متظاهرين التحرير اليوم طالعين بخطوة تصعيدية سلمية لحسم الامور. هسه احنا نريد ينزل العلم العراقي الكبير. وين العلم العراقي؟ نزلوه العلم العراقي، هتاف بالروح بالدم نفديك يا عراق على الدوار مال التحرير. نرجع لنا يتقدمنا الاساتذه وناسنا الكبار، وان شاء الله ننطلق باتجاه برهم صالح حتى يصير الخيار خيار الشعب وليس خيار المفسدين. يلا شبابنا، يلا راية الإمام الحسين دوار على التحرير. يلا اخوتي بالروح بالدم نفديك يا عراق، بالروح بالدم نفديك يا عراق.